التصويت الضوء على إبعاد خطوة المجلس العسكري بفضل اعتصام ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث والأكاديمي السوداني الأستاذ محمد الأمين. سيد محمد، 30 قتيلا اليوم في السودان، ما الذي غير مجرى الثورة السودانية؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك وأهلا بمشاهديك الكرام. أهلا بكم. أولا أترحم على الشهداء وأتمنى للجرحى عاجل الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله. الذي تغير هو يعني يبدو ان الذي تغير هو ليس مفاجئ يعني للشعب السوداني عموما، لان هناك خطوات تصعيديه من قبل المجلس العسكري والحريه والتغيير. من جانب المجلس العسكري نلاحظ ان المجلس العسكري هناك بعض الخطابات يعني التي تشير الى ان هناك تصعيد. مثلا يقول النائب المجلس العسكري بانه لا يقبل الفوضى، وكذلك قيل في أحد التصريحات بأن ساحة الاعتصام أصبحت تشكل خطرا على المعتصمين، وكذلك إغلاق بعض القنوات. هذا كله يدل على أن هناك شيء ما سوف يحدث. ما حدث هو يعني يعد خرق للاتفاقيات التي يعني تمت بين الجانبين وعلى التعهدات التي يعني أولاها المجلس العسكري إلى نفسه. ولكن إن شاء الله نتمنى بأنه بأن يتراجع عن هذه الخطوات وأن يجعل من هذه الثورة تظل الثورة سلمية وأن لا يحولها إلى جانب آخر حتى تصبح دموية. نعم، يعني مطالبات قوى الحرية والتغيير في السودان للمجلس العسكري منذ بداية ذهاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به، هذه المطالبات الآن وصلت إلى قتلى في الاعتصامات، لماذا هذا التوقيت برأيك في عملية فض الاعتصام؟ وطبعا الاتفاق يعني وصل الى مرحلة متقدمة جدا جدا، يعني الاتفاق وصل الى 95%، تم الاتفاق على المسؤوليات، تم الاتفاق على البرلمان، تم الاتفاق على مجلس الوزراء، ولكن الخلاف اساسه كان في مجلس السيادة. يعني من الذي يعني هل مجلس السيادة يكون مجلس عسكري بتمثيل مدني ام مجلس مدني بتمثيل عسكري؟ ويبدو ان المجلس العسكري لا يريد ان يفرط في مجلس السياده، لذلك عندما شعر بان الحريه والتغيير متمسكه بان تكون ان يكون مجلس السياده هو مجلس مدني بتمثيل عسكري، يبدو انه يعني تراجع عن هذا الاتفاق، يبدو انه تراجع عن الاتفاق بمجمله، لانه هو يقول بانه هو الان لا يسلمها الى المدنيين بالشكل هذا يعني. وكذلك قال بأن هناك بعض الأحزاب وبعض الجهات التي لم تؤخذ في الاعتبار، وهو مجلس عسكري يتحجج بيقول بأنه يعني يريد أن يسلمها مدنية، ولكن مدنية ليست بالصيغة التي أتى بها الحرية والتغيير. إنما ما الغرض من استخدام العنف في مواجهة المعتصمين؟ هل هي عملية تخويف مثلا للمعتصمين أو للحد من اتساع رقعة الاعتصام؟ طبعا العنف غير مقبول تماما، ولكن هو حسب ما سمعناه من المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري يقول بان يعني ليس المستهدف هو المتظاهرين، وانما هناك اوكار يسميها هو اوكار، وهو يريد ان يقضي على هذه الاوكار، ولكن افراد هؤلاء الاوكار يعني تسربوا الى داخل الاعتصام. ولكن ما شاهدناه في الصور وفي الفيديوهات يعني هناك أطلق نارية أطلقت داخل المعتصمين، يعني داخل ساحة الاعتصام اللي هي أمام القيادة العامة، وكذلك في بعض الطرقات في أم درمان وغيرها. فهذا ربما ينافي ما قاله يعني المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، فهو ربما يريد أن 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 أن, أن يعني هو يعني تماما بأن الحرية والتغيير قالت بأنها سوف تصعد، وبدأت قبل أيام بالإضراب وكان ناجح بنسبة 90% كما قالت، وكذلك يريدون أن يصعدون خلال الأيام القادمة، يقومون بعصيان شامل يعني في البلد. فهو يرى يدرك بأن يعني الاتجاه ربما لا يعني يصير بصالحه، لذلك هو يريد أن يقضي على هذه الخطوات حتى لا يعني تشكل له خطر. نعم، هل إيقاع قتلى في جانب المعتصمين سيؤدي إلى تخفيف وتيرة الثورة والمطالب الثورية، أم أن الأمر سيتسع إلى أكثر من ذلك؟ والله من جانب المعتصمين ومن جانب ممثلي المعتصمين أنا لا أرى بأن هذا الأمر يؤدي إلى هدوء، لأن يعني حتى هناك بعض الأحزاب كحزب الأمة الذي هو نوعا ما كان مرنا مع المجلس العسكري، إلا أنه بعد هذه الأحداث انضم وتضامن مع المعتصمين، وتضامن كذلك مع نداء السودان
الحريه والتغيير، ورفض تماما، واغلب الاحزاب السودانيه حتى المؤتمر الشعبي رفض تماما ما حدث اليوم. وحتى كما سمعنا كذلك يعني من اليوم تم اعلان العصيان المدني، فهذا يعني تصعيد للامام يعني. ولكن المجلس العسكري يقول بانه ما زال الباب مفتوح امام التفاوض، ولكن انا لا ارى تفاوض في بالحديث عن التفاوض. المجلس العسكري يدعو الى الجلوس الى طاوله المفاوضات، كيف ستكون المفاوضات مع وجود هذه الاعداد من القتلى؟ هو المجلس العسكري ربما لا يعني لا يراهن على المفاوضات مع الحريه والتغيير فحسب، ربما هو يعني كما شاهدنا هو يحشد في الايام المضت، يعني يحشد هناك جماعات مثلا ما تسمى بنصرة الشريعة، وكذلك هناك أحزاب إسلامية أخرى، وكذلك هناك أحزاب أخرى يعني هي ليست من ضمن الحرية والتغيير، هي كانت مؤيدة للمجلس العسكري. فهو ربما عندما يقول مفاوضات يقصد بأنه سيتفاوض مع الأحزاب الأخرى، وحتى إن لم يأتي الحزب أو تحالف الحرية والتغيير فهو ربما لا يعرف إلى ذلك، ولكن هذا لا يؤدي الى هدوء الاوضاع، ربما هذا يؤزمها اكثر يعني. شكرا لك. الاستاذ محمد الامين الباحث والاكاديمي السوداني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.